من ناحية التوجيه التربوي ولا التثقيف الأبناء ورفع معنويات الأبناء، فجت رسائل والله كثيرة، ومنها يذكرون يعني وهو حق وإحنا تكلمنا فيه، يعني رفع معنويات الأبناء وعدم التثريب عليهم في كل شيء، ويعني أقعد لا تروح لا تفعل لا تسوي لا 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 لا. فكيف أنت تنشئ طفل يكون بكرة يسندك وهو مهزوز الشخصية، مهزوز؟ نعم، ما عنده، ما يقدر يتحرك، ما يقدر ينفذ، ها؟ فنصيحة لي ولكل من يشاهدنا، ابنك هذا هو الكنز اللي أنت تملكه الآن، هو عطايا الله سبحانه وتعالى، كرم الله لك، فحافظ عليه واجعله يعني من ابحث عن أفضل الكلام وأعطه إياه، والله إن تجد الثمار. يا ولدي، يا أبعدي، يا الأمير، يا بطل، يعني هذه كلها ألفاظ تنمي عنده الثقة بالنفس وتشجعه، وهذا هو مطلوب منا إحنا ومن كل من يشاهدنا هذا الشيء. صراحة هنا منى السفياني أرسلت والله رسائل كثيرة وأعتذر منها، وتنبه على الوقف، جزاها الله خير.